السلام عليكم حبيبي، لاباس عليكم؟ مبروك عواشركم ان شاء الله. يا ربي تجوز هاد الايام اللي باقه بصحه وسلامه وسلامات ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله باش نحضر معكم الحلوه ديال البهله اللي كتجي غزاله واقتصاديه وبسيطه في ساعه كتوجد. ندوز على بركه الله المقادير. عندي 125 غرام ديال الزبده، وعندي كما كتشوفوا هنايا كاس مخلط ما بين زنجلان واللوز حمرته وهرمشته، ما طحنتوش مزيان، المهم غير حمرته وهرمشته. نص كاس زنجلان ونص كاس لوز محمر ومهرمش، هي هما بجوج كاس. وعندي كاس ونص ديال الزيت وكاس ونص ديال السكر سنيده. عندي 650 غرام اللي هزات ليا ديال الفرينه، فيت نص كيلو بشويه. وعندي ثلاثه الخمارات، خماره كيميائيه وعندي واحد المغرفه صغيره ديال القرفه، وعندي واحد القبيسه ديال الملحه. صافي، المهم هنا غادي ناخذ لك الاناء فاش غادي نخلط. راه درت فيه شويه ديال الملحه، زدت فيه ديك الزبده وزدت فيه ديك المعلقه ديال القرفه، وغادي نزيد غادي نخدم ديك الزبده. 25 غرام ديال الزبده مع ديك كاس ونص ديال السكر، غادي نخدمهم مزيان تيولوا لي على شكل بوماد. البنات الزبدة تكون بحرارة المطبخ باش تساعدكم في الخدمة. انا هنا عندي كاس ونص ديال سكر سنيدة، عندي سنيدة رقيقة، الا كانت عندكم سنيدة غليظة ماذا بكم تطحنوها حتى تولي شوية رقيقة. المهم الا كتبغيو داك كتبغيو البهله ديالكم تجي مقرمشه ديروا سكر سنيده، والا كتبغيو هاد ما كتبغيوش فيها ديك القرمشه ديروا غير سكر ثقيل. انا كتعجبني فيها ديك القرمشه، هذاك علاش كندير سكر سنيده. هنا راه كما قلت لكم سكر سنيده عندي رقيقه ماهيش غليظه بزاف. صافي البنات، بعد ما كتخدم لي داك الزبده وداك السكر مزيان كيولي لي على شكل بوماد كما كتشوفوا، كنبدا نزيد في الزيت وكنخلط. الا بغيتي تنجح لكم البنات الغريبه ديالكم تخدموها في الاول الزبده تخدم مزيان مع السكر، وتخدموا المهم العناصر الاولى تخدم مزيان، وعاد تزيدوا الدقيق. هنا راه ما كنعجنها ما والو، غير كنخلطها وصافي كنبدا نخدم فيها. هنا كنبدا نزيد في الزيت، زيت نباتيه كما قلت لكم كاس ونص. الكاس البنات هنا عندي كيهز 120 غرام. صافي كنبدا نضيف الزيت بشويه بشويه وكنخلط حتى كنكمل الكميه ديال الكاس ونص كامل اللي عندي، وكنبدا نخلط حتى كنحصل على داك الخلاط كما كتشوفوا. وصافي بعد ما غادي نخلط غادي نزيد داك الكاس اللي قلت لكم نص كاس زنجلان راه عندي انا هنايا محمر، ونص كاس ديال اللوز حتى هو راه محمر وهرمشتو، انا ما طحنتوش مزيان غير هرمشتو. صافي غادي نزيدو غادي نبدا نخلط وغادي نبدا نضيف في الدقيق بشويه بشويه حتى كتجمع ليا العجينه، حتى كتجمع لينا العجينه ديال تجمع لينا العجينه ديال البهله.
صافي البنات، هنا غادي نبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه. هنا راني عبرتها، مهم كما قلت لكم كتهز على كاس على 125 غرام 650 غرام ديال الدقيق ولا فرينه اللي كتهز. الا بغيتوا تضاعفوا المقادير باش ديروا 250 غرام، راه كتضاعفوا كلشي، ما كديروش كاس ونص ديال الزيت وكاس ونص، كتضاعفوا المقادير. كتولي 3 كيسان ديال الزيت، 3 كيسان ديال السكر سنيده، الدقيق حتى هو كيتضاعف. هنا البنات راه ضفت ديك 3 الخمارات وكان بدا نخلط، ما كنعجنش غير كنخلط، غير تجمع ليا، نحس ان العجينه تجمع ما تقصحوهاش. المهم كي تبداو تجمعوا كل شويه هزوا في يديكم، الا تجمعات صافي راه هي هذيك كتحبسوا عليها. الا كتبان لكم مازال طريه كتزيدوها الدقيق. هنايا البنات راه عندي الفرينه راني غربلتها قبل باش ما بقاوش لي دوك الكويرات. صافي هنايا ضفت الدقيق كامل اللي عندي كما كتشوفوا، غادي نجمع البنات وغادي نخليها ترتاح منقسمين حتى ربع ساعة. قد ما ارتاحت كتجي مزيان البنات. هانتوما كما كتشوفوا البنات صافي هنايا راه بدات كتجمع، شفتوا؟ غادي نجمعها ونخليها ترتاح. وهنا البنات انا بديت كنكور فيها. على فكره قبيله راني زدتها، كنت في الاول درت غير 600 غرام وزدتها 50 غرام، لقيت انا العجينه مازال شويه طريه، زدتها 50 غرام باش ولات ليا هي هذيك. المهم في الدقيق كما قلت لكم راه زدت لي 650 غرام. كنهز شويه ديال العجينه في يدي وكنبدا نكور فيها كما كتشوفوا على داك الشكل. الحجم كيبقى اختياري، ممكن تصغروها كما ممكن انكم تكبروها. انا هنايا درتهم متوسطين، ما هم صغار وما همش كبار كما كتشوفوا. كنبدا انني ندور فيها بين الكفوف ديال ايدي على هذا الشكل هكا كما كتشوفوا في الفيديو، وصافي كنحط في لاطا اللي غادي تدخل الفران. سبق لي دهنتها بالزيت، شويه ديال الزيت. هنايا الفران راه مشعله، كي بديت كنكور فيها راني شعلت الفران من الفوق ومن التحت. مني غادي نبغي ندخلها راه غادي نطفي التحت ونخلي غير الفوق، حتى كنشوفها كامله تشقات من الفوق عاد كنشعل عليها من التحت. وغير ضو معاها البال البنات حقاش راه في ساعه كطيب. حاولوا انكم تباعدوا ما بيناتهم لحقاش راه فيهم الخميره كيتنفخوا، غير باش تفادوا انهم يلصقوا مع بعضياتهم. وهنا البنات هذا الكميه غادي نخليها حتى نكملها. وهنايا غادي كما كتشوفوا غادي ندخلهم للفران،
من الفوق حتى كيتشقوا من بعد. غادي نشعل عليهم من التحت صافي البنات. هنايا غادي نوقف معكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل وممل. نتمنى ان الطريقه تكون واضحه. هنايا البنات بعد ما خرجت الطاوه من الفران كما كتشوفوا المزليله خرجتها كتجي على هذا الشكل هكا كما كتشوفوا، كتجي كلها مشقه ما شاء الله، كتجي مهشيشه. هنا غادي نخليها حتى تبرد وعاد غادي نحيدها من العطار، لحقاش الا حيدتوها ديك الساعه كتفرتت معاكم لحقاش مازال سخونه. وهذه هي الغريبه ديالنا البنات على هذا الشكل هكا كتجي ما شاء الله. غير جربوها البنات راه كتجي غزاله وكتجي كتقرمش وهشيشه، كتجي كيجيو هذاك المذاق ديال الزنجلان واللوز كيجي ما شاء الله. وراه كما كتشوفوها راه 150 غرام كتعطي كميه ما شاء الله، لا كتعطي كميه لا باس بها. الا بغيتو تضعفوا المقادير تضعفوا المقادير. شفتوا كيفاش كتجي؟ وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، ان شاء الله يا ربي يكون نال الاعجاب ديالكم وما تنسونيش بالتعاليق ديالكم زوينه، وما تنسونيش بلي جيم، واللي ما مشتركش يشترك في القناه باش يوصلوا كل جديد. هنايا البنات انا حليت معكم وحده باش تشوفوا كيفاش كتجي، راه كتجي ما شاء الله كتجي هشيشه. ملتقانا بفيديو آخر إن شاء الله، في أمان الله.